عليكم انتم في مطبخ ناريمان. اليوم حبيت ندير معاكم المربى السفرجل. هذا هو يجي روعة. نختلموا الفرصة نديره انا درت الماء يغلي، درت لتر الماء، نزيد له كيلو السكر. مربى تاع السفرجل عنده طريقة واحدة، بسم الله. لتر الماء، نزيد لها كيلو السكر، نخليه يغلي، نروحو نقشرو السفرجل ديالنا، ومن بعد نديرو في الماء دا تاع السيرو. السيرو هذا نزيدولو القارص، نعصرولو القارص، نخليه يغلي 10 دقايق. كي نقي السفرجل هذا ندير الداخل يطيب، نعصرولو القارص. كاين طريقه واحده تاع ديروا المعجون تاع السفرجل، نحوادوا انا نخلي 10 دقائق. نروحوا نقشروا السفرجل ديالنا، نديروا قطع كيما حبيتي، القطع حبيتي خشن حبيتي رقاق، ديكاري صغار ولا كيما حبيتي. شربت هذاك تاع وين يطيبوا السفرجل تاعنا. هكذا يفور في الكسكاس. انا درك خلاص طابلي، ديروا هكذا يا الموس، تسيبيه طاب هكذا، ياهو طاب. درك نروحو نديرو في الشربات. هذا الشربات هذا نفرغ فيه هكذايا السفرجل تاعنا، نخليه ثاني يطيب حتى نقسلو كاع الشربات ديالو. هكذا كي يوجد نولي لكم ان شاء الله. ها هو المعجون تاع السفرجل تاعنا، يجي ما شاء الله الذوق تاعو. اغتنموا الفرصه مادام رانا في وقت السفرجل، ياهو تقدري تطحنيه ولا تخليه هكذايا، تقدري ثاني ديريه قطع كبار. واللي عجبتها الوصفه تشارك في القناه، والسلام عليكم.